بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مفاتيح خير مغاليق الشر. امين يا سيدنا يا سيدنا ومولانا العظيم. اما بعد، السلام عليكم. والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالافضل الاقدر سبحانه وتعالى. نرجو لنفس الايه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. كل ما يثقل عليكم هو يتأثر به، أي ما تأثر، لأنه أنا تجاهنا أعطاه ربي من الرحمة بما يكفينا ويعزنا ويشرفنا. وهو قائلنا وكيف يكون هذا الخير آت بفضل الرحمن من سيد الخلق عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. أتين أنتم من تدعون الإيمان، هل أنتم ترحموا بعضكم أو ترحموا أنفسكم؟ بل العكس، يتهيئ لكم اللي يرحمين روحكم كفركم ونفاقكم وسوء أعمالكم. رحمين، ورب ليس قال لكم أنكم مرحمين، هدفكم ماشيين في خط اللا يقين فأنتم مرحمين، وهذا لا يتفق مع أهل العقل وأهل الحجاب. نسأل الله الفوز عليكم في أقرب الأجال بفضل رب العباد. والسلام.